الله يرحمه ويوسع عليه، وتنتمناو من العائله ديالو تكون ترضى بقضاء الله وقدره. الله يرحمه ويوسع عليه. بكل اسف وحزن تلقينا النباء ديال وفاه هذا الابن ديالنا، وتنطلبوا من الله يرحمه ويوسع عليه. بارفوا كيكون في مثل هذه اللحظات وهذه المعاناه اللي دوز اسامه، كيكون الموت رحمه. فعلا الموت كان رحمه، لان كنا مقربين من الاطباء المعالجين ديالو، دي ميدسا تريتون ديالو، وكلهم كانوا كيقولوا بان الحاله خطيره. وانا تذكرت اول تصريح كنت درت امام مصحه كان دون سوسونس، كنتمناو من الله انه زعما يعاود يوقف على رجليه وداكشي، ولكن كانت شويه صعيبه، ما كاين حتى شي حاجه صعيبه على الله تعالى وعلى قدره الله. ولكن ان شاء الله احنا مؤمنين بهذا القدر، خيره وشره جا بحال هكذا. اللهم لك الحمد. الله يرحمه ويوسع عليه. كنقدم التعازي ديالي للعائله ديالو كلها والعائله الوداديه بصفه عامه، وإنا لله وإنا راجعون. الوفاة ديال الصديق ديالنا صراحة، الله يرحمه الله يوسع عليه والله يصبر العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، وتتمنى من الله المغفرة والله يثبتوا على السؤال، والله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. آخر مرة تلاقيت معاه هي قبل ما يدير لاكسيدو، كان عنده موعد في الإصابة في اليد ديالو، هضرت معاه دري ظريف، الله يرحمه الله يوسع عليه والله يرحم جميع أموات المسلمين يعني.